القصايد والمطايب رحبت بجمل حضور يا هلا بكم والدلا والفرح سمر دمار القصايد والمطايب رحبت بجمل حضور يا هلا بكم والدلا والفرح تنطر زمان في زواج اللي بطيبه حاضر بكل الامور العريس طلع ربي يسعد الليله نزار ابن من هو في فعوله وبسخ الكف مخبول ابوه اللي كل من ضاقت بها الدنيا نصاه طلع للاسم باقي ما تكفيها الفطور اسال التاريخ عنهم واسال كبار الرواه اخواني والله انه ما يجي منهم قصور كل منهم بالشدايد لعزيزا يا كف معاه هذا اخوه محمد اللي له طلال يرد شور دايم اليقالي قوله قام بالفعل وحماه وحمد فعله ينومك وقفته تقلج سطور ما يقول يا تعقد حلها وش السواه مطلق في منهج اخوانه اصل معدي ما يبور في قلوب الناس فارس قدره صادق غلاه ناسبه للطيب ووفى للعمر حب وسرور بس سعاده والمحبه تستمر اجمل حياه القصايد والمطايب رحبت بجمل حضور يا هلا فيكم وسهلا والفرح تنطر سماه في زواج اللي بالطيبه حاضر بكل الامور العريس طلع ربي يسعد الليله مساه ابن من هو في فعوله وبسخ الكف مخبوه ابوه اللي كل من ضاقت فيها الدنيا نصاه طلع للاسم باقي ما تكفيها الفطور اسال التاريخ عنهم واسال كبار الرواه اخواني والله انه ما يجي منهم قصور كل منهم بالشدايد لاعتزا يا قف معاه هذا اخوه محمد اللي له طلال يرد شور دايم اليقالي قوله قام بالفعل وحماه وحمد فعله ينومك وقفته تفرج سطور ما يقول يا تعقد حلها وش السواه مطلق في منهج اخوانه اصل معدي ما يبور في قلوب الناس فارق قدره صادق غلاه ناسبه للطيب ووفى للعمر حب وسرور بس سعاده